بس انت ما هي اذا انت قاعده مع زوجك شريك حياتك، وانت طبعا بالدومين فنانه وممثله وعمل كومبليمون لزميله لك وهيك ثابت وانت ما بتحبيها كثير، كيف تتعاملي مع الموضوع؟ بصراحة اه لو انا ما بحبهاش اكيد يعني اكيد مش هكون مثاليه، يعني مش هكذب واقول ان انا هبقى ملاك وحمامه وكده وطايره، لا خالص بالعكس، هقول له يعني ايه اللي عاجبك فيها، هحاول اقطع فيها كده يعني. يعني برضه لا طبعا طبعا. لكن بجد لما بشوف بنت حلوه بجد ما بقولش انها مش حلوه، يعني حتى وقت صافي نار كان في مين صافي نار مين وقت ايه؟ وقت صافي نار ده، ايه ده انت مش موجود؟ لا اصل كل شويه كده في واحده يعني بتبقى الراقصه اللولبيه. ايوه راقصه الفايبريشن. راقصه فايبريشن. كنت كانوا البنات يقعدوا ينفسنوا كده، على فكره دي مش حلوه، على فكره دي مش عارفه، انا اقعد اقول لهم على فكره انتوا كلكم منفسنين منها، على فكره انها حلوه بس فكده. لكن لو انا ما بحبهاش مش هشوفها وحشه حتى لو هي حلوه، للاسف يعني ده عيب فيا. طب استاذ لطفي عايز اسال حضرتك حاجه، مين الست لازم يعني قوي مين الست اللي انت شايفها الايكون يعني هي دي المثاليه يعني لو مش هنعمل مشاكل يعني؟ لا شكلنا كده داخلين يعني انت بتسال واحد مفروض انه في الباست بيرفكت تنس ابدا في الماضي التام ابدا ما تقول هيك يعني انا ارفض اعترض. كنت عايزك تسالني في البريزنت تنس في يعني انما انا خلاص دلوقتي لما هبص هبص في الله يرحمها امينه رزق هيقول هيك بوقتك انت الست الذكيه احب الست الذكيه جدا مع انه الراجل ما بيحبش الست الذكيه بيخاف منها طبعا. يعني مش بالضروره تكون بدرجه الجمال لان بذكائها بتداري عيوب جمالها صح، بذكائها مش لازم تكون غنيه لان بذكائها بتعرف تسير الحياه صح صح. فالست الذكيه انا بحبها واحترمها جدا، وبعدين بتعرف تتكلم معاها في دماغ صح، ما بتكلمش حاجه فاضيه مش بس الشكل يعني الشكل خلص هنستعمله فتره وبعدين هيروح بس في ناس كتير ذكيه قالوا لي على فكره صافي نار 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 دي انا اسمع انها مخليه